السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أول ما الريفت بيفتح، المفروض بيفتح على آخر فيو أنا كنت شغال عليه، تمام؟ وممكن نكون الفيو آخر فيو أنا كنت شغال عليه كان مثلا 3D، وده طبعا حاجة غلط. المفروض إن أنا بختار ملف أو فيو يكون خفيف بحيث أول ما يفتح ما يقعدش وقت طويل في إن هو يفتح فيو أنا أصلا كده كده مش هو ده اللي أنا هشتغل عليه. طيب إيه الأفضل؟ من قائمة مانج بختار أو أتحكم في ايه الفيو اللي انا عايزه. ممكن اجي هنا اقول له ستارتنج فيو، ممكن اقول له لاست فيو، يبقى يعمل ايه؟ اخر فيو انا كنت شغال عليه هو ده اللي هيفتحه، تمام؟ وممكن انا اقول له ايه، لا انا عايزك تفتح لي على فيو، اختار فيو يكون عباره عن ديتيل او ملف خفيف جدا، يعني مثلا ديتيل فيو، واكتب مثلا كلمه معينه، اكتب اسم الشركه او كده، بحيث كل ما يفتح مجرد هيفتح لي اسم المشروع واسم الشركه وخلاص على كده، هياخد ثانية مثلا على ما يفتح. انما لو انا اخترت مثلا ال 3D هياخد وقت كتير على ما يفتح، وكده كده انا هحتاج ان انا انقل على الفيو رقم واحد او الفيو رقم اتنين حسب الشغل بتاعي اللي انا اشتغل عليه، تمام؟ فكل اللي انا اعمله ان انا من مانج اجي هنا ستارتنج فيو واختار، ممكن اختار ديتيل واكتب اسم المشروع واسم الشركة وكل حاجة. وبالذات لو احنا شغالين مع بعض في ملف السنترال، فهو بيفتح لي اخر فيو، فبلاقي الفيو ده مثلا ممكن يكون كهرباء وانا معماري او انشائي، فممكن تحصل مشكله او يفتح لي 3 دي فياخد وقت طويل على ما يفتح 3 دي، تمام؟ فانا بفضل ان انا كلنا في الشركه نروح محددين لوحه ديتيل يكون فيها بس اسم المشروع واسم الشركه، ويكون فيها كام نقطه كده حلوين على اساس يفتح عليها ويبقى خفيف وانا شغال.